قرابة 90,000 هكتار من المساحات الغابية التهمتها النيران في الجزائر قبل أيام، كارثة لم تشهدها البلاد منذ أعوام وأعوام، وقد يمتد تأثيرها بيئيا ومناخيا إلى دول الجوار وحوض البحر الأبيض المتوسط حسب خبراء. كلام يدعم التقارير العالمية الأخيرة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على البشر. أكبر شيء محسوس نشعر به وشعرنا به هذه السنة ومشكلتي ندرة المياه وحرائق الغابات. للأسف أدت حرائق الغابات في الجزائر في آخر تقارير إلى غاية البارحة 24 أوت حسب تصريح وزير الفلاحة الجزائري ل 89,000 هكتار، وهي ربما مساحة تم أتلفت في ظروف سنوات تتعدى 8 سنوات. للأسف هذه السنة أتلفت في ظرف تقريبا شهر أو شهر ونصف. نعم لديها أثار كبيرة جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المتوسطي بالنظر إلى حجم الأدخنة التي وحجم غازات CO2، وهي من الغازات الدافئة التي تساعد في زيادة آثار التغيرات المناخية والتأثير على ثقب الأوزون، بالتالي سيكون لها تأثير محسوس جدا على البلدان المتوسطية وكذلك على الجانب الإيكولوجي ولا البيئي، سوف تتأثر كذلك عدة كائنات الممثلة في التنوع البيولوجي للمنطقة.